يا سيدي، واحدة من الموظفات ربنا كرمها واتجوزت. عقبال ربنا ما يكرمنا كده ويخلصوا مصالحنا. طب ما حد يقول لهم يشاهلوا وينجزونا. بلاش تسوقي في الفرحة والنبي. إذا ما كنتش أفرح في يوم زي ده، أمال هفرح إمتى؟ أيوة يا بنت، بس كده هتتنظري. أنتِ ناسية سعاد واللي هي فيه؟ دي واحدة داخلة على 35 سنة، لحد عبرها ولا خبط على بابها. أعوذ بالله، ده تلاقيها دلوقتي عايزة تقوم تدور فينا الضرب. بس ما يهمكيش، ده لابسة لها الخرزة الزرقاء الكبيرة. استني استني لما أغزلك شوية. مالك يا سعاد يا حبيبتي؟ متضايقة ليه؟ لا أبدا يا سوسن يا روح قلبي، ده أنا فرحانة لك قوي ومن قلبي والله. ربنا يسعدك. بس إيه لازمة الخرزة اللي واكلة نص رقبتك دي؟ آه، ما أنتِ عارفة العين بقى يا سعاد. أنا قلت لنفسي أحسن حد من الجمهور يكون يعني ما بيحبش الفرحة للناس، متضايق، ممرور. أهو الواحدة تعمل احتياطها برضو عشان الفرحة ما تتعكرش. بس أنا خايفة فرحتك تتعكر، يعني لو حد من الناس دي اشتكاكي عشان نطعمهم الصبح. قصدك إيه؟ ما قصديش، أنا قلبي عليكي والله. أنت عارفة يعني الناس بتجيلنا روحها في مناخيرها ونفسهم يتلككوا في أي حاجة عشان يشبطوا في خناقة. ليه؟ هو إحنا مش بني آدمين؟ ملناش نفس نفرح؟ وبعدين يعني دي كلها ساعة لا راحت ولا جت؟ مش فاهمة أنت مالك اتحمقتي كده ليه؟ أنا بنصحك نصيحة أخوية، أنتِ لازم تفصلي بين حياتك الخاصة وبين شغلك، وبعدين الناس يعني مالهاش ذنب، هي مش دي الأصول برضه ولا أنا غلطانة؟ يا رضا، دخل اللي عليه الدور. حرام عليك يا ظلمة، هتروحوا من ربنا فين؟ بس يا جدع انت وبلاش رابط، هو انت جاي تعمل لي مظاهره هنا؟ ما تضيعوش وقتي ووقتك، الطلبات اللي اتقبلت تجي لي هنا، والطلبات اللي ناقص لها حاجه تروحوا تكملوها، والطلبات اللي اترفضت يوروني عرض كتفي. ما تتكلم عادل يا جدع انت، ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ الله، هو كان صندوق ابوكوا ده ملك الحكومه، واحنا بقى مواطنين ومن حقنا نتعامل احسن معامله. ماشي يا سعاده الباشا، اوامر الباشا ايه؟ الله يحفظك. عايزين نعرف يعني ايه اللي ناقص في ورقنا عشان نروح نكمله ونيجي بالظبط. دي قرارات السيد رئيس الصندوق بعد راي اللجان المختصه، واحنا مش مطالبين ان احنا نفسرها. وعلى العموم كل شيء اسمه نصيب. اسمه نصيب ايه؟ هو انا متقدم لبنت رئيس الصندوق؟ انا لازم اعرف ايه اللي ناقص في ورقي، وبعدين بقى احنا لازم نقابله طالما انتوا مش عارفين تدونا عقد نافع. تقابله ايه يا جدع انت؟ هو انت فاكر فضيلك ولا ايه؟ ليه يعني؟ هو رئيس صندوق النقد؟ المكان ده اسمه صندوق شباب الخريجين، احنا بقى شباب الخريجين ومن حقنا نقابله. شايف الواد اللي واقف هناك ده؟ هو اللي عامل الزيطة دي كلها. بقول لك انا عايزك تطلعه بره عشان القصه دي تنتهي خالص. تستاهل حرقه الدم دي، قلت لك ما تروحهاش. دي قرشانه. أنا سمي بدنك. مين ده اللي تسمي بدنك؟ طب والله لا أنا اللي سمي بدنك. معلش يا جماعة، حقكم علينا. أصل الفرحة خدتنا منكم شوية. تعالى يا عم مرعى، وزع الشوكولاتة دي على البهوات والهواني. مبروك يا ستي سوسن. وادعولنا كده ربنا يسعدنا ويبعد عننا عيون العوازل، وعقبال ولادكم كده ان شاء الله، وربنا ما يكتب على بنت من بناتكم تعنس. على البنت العوج ولا جاش، هو
ولا النصيب صاب ولا الأشياء بقت معدن. ونوسة وعنوسة طيب ليه ما تسترجاش تنفك عودتها وديوك الفرح تتن تنفك عودتها وديوك الفرح تتن. اسكت يا ميلاد يا اخويا اسكت، ده احنا طلعنا خيبة قوي وعاملين لي فيها بس محاسبين اخر فتاكة، والواحد فينا مش عارف يظبط ميزانية بيته. طب دي انت حالتك ارحم من حالتي. انا لو ادارة الشركة شافت الاخرام اللي في ميزانية بيتي هيرفدوني على طول. عارف يا ميلاد، انا لما قعدت اسمع كلام المدام وهي بتكلمني عن اسعار حاجات البيت كان هين عليا انط ابوس دماغها واقول لها انت اجدع اداره حسابات مترقله. والمصحف يا راجل، انا لو مكانها ما اعرف امشي البيت ده اسبوعين بالكتير. بس اوعى تقول لها الكلام ده يا محمود يا اخويا لحسن تتمرع عليك. ايه هو انا تلميذ يا راجل، ما انا عارفهم وحافظهم وعارف ان الست من دول اول ما تحس انها عامله اللي عليها زي الفل تدور عليك انت بقى وتبتدي تطلب طلبات لنفسها ومش هتخلص. ما يطلبوا براحتهم، هو احنا يعني هنعز عنهم حاجه؟ ايوه على رايك، احنا شغالين مواصلاتيه عندهم، ناخد المرتب من هنا ندهولهم من هنا، حتى المواصلاتيه يا راجل بياخدوا العموله، انما احنا لا. على رايك. صباح الخير يا اساتذه. اهلا اهلا، صباح النور يا استاذ عاطف. اتفضل يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا متشكرين، احنا جايين بس في مرور سريع كده. الاستاذ هاني سيف الدين حضرته اتعين الاسبوع اللي فات في مكتب رئيس مجلس الاداره، وسعاده رئيس مجلس الاداره طلب مني ان اعرفه على الشركه بشكل عام. اهلا بيك يا استاذ هاني، احنا فعلا في حاجه ماسه للكفاءات الشابه. اتفضل يا استاذ هاني، شرفت ونورت. لا لا لا، بعدين عندنا بس شويه مكاتب كتير كده عايزين نزورها. على فكره يا استاذ هاني، الاستاذ محمود والاستاذ ميلاد من اكفأ المحاسبين عندنا هنا في الشركه. اهلا وسهلا. مش شايف يعني ولا جهاز كمبيوتر في المكاتب؟ لا، ما هم شغالين بالطريقه القديمه، دول من الناس اللي بنوا في الشركه على اكتافهم. والله يا ابني انت لو جبت كمبيوتر ما هيعرف يعمل اللي احنا عملناه في الشركه دي. طيب طيب، فرصه سعيده. يلا بينا يا استاذ عاطف. اتفضل. بقى ألف سلامة. السلامة. شرفت وأنست ومع ألف سلامة. السلامة. الحمد لله إن هما دخلوا علينا بعد ما خلصنا الكلام عن ميزانية البيوت بتاعتنا، كان زماننا اتفضحنا بجلاجل. أيوه على رأيك يا ميلاد يا أخويا، بس تعرف كويس إنهم فتحوا باب التعيين للشباب. ربنا يديهم ابني ويجي يقدم ورقه بدل ما الحكاية راح الغربة. يا أخويا بكرة المشروع بتاعه يشتغل واحنا كلنا بقى نروح نشتغل عنده. اسمع من بقك ربنا يا استاذ ميلاد، يو حد يكره. ربنا يكبرك يا ابني يا ابراهيم.